السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اسم الكريم؟ اسم سعيد الحمدان المقيم. شيخ سعيد الذي يأتي لزيارة هذه الأماكن، ما هي نصيحتك له؟ نصيحتي أول شيء التمسك بالأداب والأخلاق العمانية التي يعني غالبا العمانيين ما غافلين عنها، هذه الأخلاق والأداب هذه متمكنة فيهم العمانيين، لكن نذكر بها. صدقت. وربما الأجيال اللاحقة يحتاج إلى تنبيه أكثر. نعم. هي اللي هي اللباس المحتشم، عدم الامساس بالممتلكات الآخرين. نعم. عدم تلويث مياه الأفلاج صالح للشرب. نعم. لأن هذه البلدان ما فيها مياه حكومية. نعم. بلدان الماء المصدر الوحيد هو الفلج. نعم. الفلج الفلج هو الذي يروي النخيل، وهو الذي يستقي من الإنسان ويستقي من الحيوان. فأي تلوث كالصابون وغيره واستعمل هذه المنظفات يضر بهذا الأفلاج. نعم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. ونرحب بكم. ما هو انطباعك وانت ترى هذه المجموعات الكبيرة قد جاءت لزيارة هذه البلدات؟ هذه يعني رحلات طيبة، وهذه من افضل انواع يعني الرياضات. جميل. من الرياضات متنوعه، لكن هذه الرياضه رياضه المشي من رياضه الجبال. نعم. رياضه طيبه، تتعرف على الجبال وعلى ربما من هؤلاء الوفود. نعم. من هو مختص. نعم. بمعرفه يعني الارض ومعرفه الصخور. نعم. ربما يعني يستفيد منها الانسان. جميل. ايضا هذه البلده بما فيها طبعا من سكنة وقرى عديده، ما الذي تحتاجه؟ تحتاج أول شيء الطرق. طرق. نعم. يعني رصف الطرق. أها. وكذلك الماء. الماء يعني المنطقة هذه منطقة شحيحة ما فيها ماء. نعم. صدقت. يسكنوا فيها الناس، فوجيوا من أماكن متعددة من هذه الجبال سكنوا في هذه القرية. هل يوجد مركز صحي قريب أيضا؟ لا مركز صحي. أها. لا مستشفى. لا عيادة. يعني أقرب مركز صحي كم يعني؟ أقرب مركز صحي 25 كيلو. هو طريق جبلي شقف يعني؟ إيه شقف. السيارة ما توصل كلها، كل أنواع السيارات. نعم. السيارات معينة بس اللي توصل هنا في القرية. جميل. عسى إن شاء الله هذه الأشياء يكون هذا تصل للمختصين، وإن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. بزيارتكم ونقلكم لهذه المعاناة لهذه الجبال إن شاء الله بتتذلل الصعاب. آمين إن شاء الله. بارك الله. الأحوال. الله يوفقك إن شاء الله. جزاك الله.